سغس عقل جس أشقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. درسينو قبل لامنا يا آية دا بقول تمن يكوبات سورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى مركي آيديه هوري وينوغسو الشيغي إن أي قالدو ويديستين نبيغا إنو آيدو أما معجزة أسود دجيو ومركاسي كدبنا أي رمين آيان ويساس أي كلارتين لأن سويري مؤمنين تكواسي يعني كوا حرمين معها محايا لقلب قوذة أيار روغن بعض النمات كوذاس أيونا إلهي أغتغي يا آيادا إلهي وحنوغسي عدين آيا نمان كاسي يعني إنا يسن إيمان الربين أرنتا أي شيغان إسكليهيم حدي وحا أي شيغا يان حتى الله سمايو إنا يسن يلينين مكا إلهي وحولاه ولو أننا أنغو نزلنا هدان سود جنو إليهم أيغا حق قوذة الملائكة ملائكة دان سود جنو لأنو حيابه الدلبنان يو حاكمده نبي ومرك عديك لغو صدره أو روح بن آدم معه محال لغو صدره محال لغو صدره واي ملك محال لغو كيني واي أو رسولنا لغو صدره واي أو مركا سبحانه وغان لهن أرنت مهمة دا أي لاذا هاي أو ملك أيا ليمد أيان ديه لهن مركا إنسان إنو رسول نوصو نغضاي مؤق قلانا إنو هدي مركا سي شيغا يان حتى لو يهلو أو ملك لغو صدجيو أو ملك انت نبي لغو صدره لغو هذا واكا ملك فير سدا وحودين لهي وانا رسول إلهي ساحة هدي لو يهلو ولو أننا أننا نزلنا هدان سود دجين لهين إليهم أيجا حقوا ذا الملائكة ملائكة هدان سود دجين لهين وكلمهم أي لحظ لهاين الموتى كوي دنتي مرنا وحي سوجي ذيين هداد رسول تاي انتان كو قيني ماشي أو يذان أي كود انتان قبورو هذا انتان كو قينو ياد نوصو بحنا يسا سيان أغور يسا نقبرك وحي أي كلاو كل مين هداد نوصو بحسو بناك أي وضياشي نوصو فريستان oo wixii su'aal ah qabriga lagu weydiiyay iyo wixii ay nooga sheekeyeen iyo cadaab qabri ah duu jiray waxaas ay nooga sheegan markaas aan ku rumeynayna hadii xataa saas loo yeelo oo dadka qabriga looga soo bixiyo xataa oo lala hadalsiyo oo ruuxi dhintay intii loo soo nooleeyo oo warbixin u siiyo hadii malaa'ig loo soo dajiyo wakallamahum ay la hadlaan almauta ku dhintay la soo hadlaano intii la soo nooleeyo banaanka isoo imaadaan oo la hadlaan wa xasharna an soo kulminu calayhim ayo korkooda kullu shay'in wah walba qubulan si cadaan aan u soo kulmino yani waxa ay codsadaan oo dhan haday dhahan buurta naga siki buurti laga sikiyo haday dhahan maxayde malag naloo soo dajiyo malagii loo soo dajiyo haday dhahan ruux dhintay hana loo soo noolay ruux dhintay loo soo nooleeyo yani wax walbo in weydiistaan hadii ilaa ilaahi uu awooday uu yeelo waxa sharna aan kulmino calayhim ayaa korkooda kullu shay'in wax walba qubulan si cadaan hadii wax walbo oo ay dalbadaan aan hortooda u keeno ma kaanu li yu'minu marumaynaayaan marka meesha ay Soomaali yiraahdeen بقول يتوني أفرتان قانا كا آخر سن ماي أياب بإساي مركا نمكا بحي تاغيهين وحو البقو اللشيغو ميّيلينو هذا نساس يتوحى كليهين نايو موسوك الأشي سيما لكيان وان رمين لحين مركا قف قلب جيسي بس يعني كجرتو إلهي أوجيه نوسن إيمان لحين أيا هديل إسكود دالي روح الموقت هذا موقت قديس وحي كجرو إلهي أيا نوغصة ورمايا مركا مركا دادك قاركيس مركي العركو إنا إنا خير كأين الربين يعني لن يجبين أو يعني روحان أساق سوء مجيز إن مال والبلاد دمانايو الدنيا ذي نسمو حبا أهين محو حان أصمينا يا آخر هذا محو لو سيه ما أنت هو الدنيا بري وآخر مركا داد قلب قوض أو قلالي أو قلب قوض أتكالي أياد جرا أو وحو البهدي لو شيء أن يليني مركا روحي لقا أتكالا هكني يتجبين إيه إذن كو حقي إسكوضة إسكفافية عدي أياد ساس نقطة أياد أياد أدران تاهي كو أن نساوه قادة وحان إنا يمر مرسيون أن كوتان مؤقية إنا يمرنا قلب قوض أسن إيمان جليني وحو البهدان أصمينا ما كانوا ميسانا ليؤمنوا إنا يرميان إلا أن يشاء الله إلهي إنو دون مؤقية يعني إيمان كني كما حرنا معجز سود جن أو حاو كحران يهي إلهي أقلان شيسا هذا إنك الحمد لله إيمان إلهي يأينا سيي معجزة هذا يعني أن لتو سيي أو أن كقنا عناي أو وات معجزة نيرنا مالا وإيمان إلهي أروح رب أصينا دين تني إيمان كان وفضل الله يؤتيه من يشاء ما يقدر له أن يدرس نهايو يعني قال أيه إسكا أوه واكاس أو إلهي أصن وفجين إيمانك إنك أن إلهي إيمان أيه إنه وفجي فضلك أس إنان هاي صنع أيه لو باهي مركا مركا إلهي دونستيس أيه إيمانك كوي ما داي معجزة هنا لو يسوي دجي إيمانك كوما يمادو هدي حتى معجزة كس الله كانو إلهي إنه أولاد دونا إنه إيمان يشان موغي معجزة لني وحبو ترى ما يسو ولكن أكثرهم سيء بدنيين يجهلون وكو جاهل لما سمينايا ولكن أكثرهم بدن كوضو يجهلون جاهل لما سمينايا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك سداس
ayaan jacalnaa yeelnay likulli nabiyin nabi walba caduwan col ayaan u yeelnay shayaadiin alinsi shayaadiinta dadka ah iyo waljinni kuwa qarsan yuuxii ayaga oo waxyoon bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukrufa alqowli war la qurxiyey quruuran kada daraaddeed walow shaa rabbuka rabbiga hadduu dooni lahaa maa facaluuhu ma ayna faleen arrinkaas ee fadarhum ka tag iyo wamaa yaftaruuna waxa ay been abuuranayaan nabiga sal alla slam ayaa la sabirsiinayaa nimankan kugu madax adeegay ee mucjiso noo soo dejida kugu haaya ee mucjiso haddii loo soo dejiya xataa wax walba loo sameeyey aan yeelaynin ka hor imaanshahan ay kaa hor imaanayaan wax adiga kugu bilowday ma ahee rusul adig kaa horreysay ayaa saasoo kale lagu sameeyey waa arrin iska dabiici ah waa arrin caadi ah yacni qofka xaqa wataay in mucaarad uu yeesho oo laga hor yimaadaayey wax hadda bilowday ma aha marka nabiow iska sabir iska adkayso marka cadownimadu hadday ka imaato qof aan ilaahay rumaysneen oon mu'min ahayn oo qofka mu'minka marka dhibaateeya taas waa loo qaateen maxaa yeele waa wax la isku leeyahay laakiin waxaa wax laga xumaada ah yacni dad mu'miniin isla ah inay iswaxyeeleeyaan inay isdhibaan muslimiinta dhexdooda looguma talagelin inay colaad iyo cadaawad ay isu haayaan haddii colaaddu ay ka imaato bannaanka muslimiinta way macaan tahay oo waa dad kaa duwan laakiin waxaa xanuun badan markii gudaha ay ka timaado marka qur-aanku wuxuu noo tilmaamay nabi waxaa la leeyahay nabiow yacni cadow bannaanka kaa ah oo rususha adiga kaa horreysayna sidoo kale u ahaa ayaa mar walba dhici jirtay tii unbaana ku haysatee iska sabir wakadalika sidaasaan jecelnaa u yeelnay likulli nabiyin nabi walba caduwan cadow ayaan u yeelnay shayaadiin alinsi waljinni ayaan cadow uga dhignay kuwa oo insi ah iyo kuwa jinni oo shayaadiina marka shaydaanka dadku waxay yaqaanaan midka oo aan la arkin ee dadka waswaasiye ee shaydaana maanta i waswaasiye acuudu billaahi min ashaydaani rajim la iska yidhaahdo ku waxaa jira shaydaan ah oo af soomaali ku hadlaaya oo ku ag fariisanaaya oo kula sheekaysanaaya oo midabkaaga oo kale leh oo shaydaan caadi ah waayay see lagu garan kan shaydaankan waxaa lagu garan calaamadaha wuxuu leeyahay shaydaankan kale ee qarsan ee dadka waswaasiye ee caadiga ee la yaqaanee qofka bini aadamka jirkiisa ku dhex socda ina shaydaana yajri min ibni aadama majra damka ah kaas ayuu ku calaamada yahay kaas calaamadihiisu maxay yihiin kaas waxaa lagu yaqaanaa amarkii ilaahay ayuu diiday ciddii amarka ilaahay qaadan lahaydna ma ogolo uu waswaasinayaa haddaad aragta marka ruux isagu khaldan oo haddana dadkii toosnaa inuu khalda isku dayaaya ogow qofkaasi waa shaydaane hadduu dooni kan qofka dadka kuugu dhow ha ahaado aad u tilmaantaa oon ka fiirso qofkani waddada uu ku socdaayy ma saxsan tahay maya ma saxsano oo amarkii ilaahay uu qaadan la-yahay khayrkii ma ogolo isla markaasna intaas keli kumuuna joojinine dadkii ayuu sii fidnaynayaa oo sii fasaadinayaa oo sidiisu oo kale inuu ka dhiga ayuu rabaa kaasi waa shaydaan insi ah kan kale isaga ka khatarsan eh kan kale acuudu billaahi min ashaydaan rajiim haddaad tirahdo waba iska carraaye kan markaad tirahda acuudu billahi min ashaydaan rajiim wuu kaa daba dhahaya acuudu billahi min ashaydaan rajiim maxaa kugu dhacay xagga soo fariisabal meelna kaagama haraayo kaas marka waxaad u baahan tahay inaad iska ogaatid isla markaasna aad ka fogaatid markaad fahamtid ruuxaan inuu khaldan yahay wada shaydaan inuu ahaayo inaad ka dheerataad uga badbaadi kartaa laakiin maalinkii dabinka uu kugu rido oo asagoo kale uu kaa dhigo markaas ayaad khasaartay marka wakadalika sidaasaan jacalnaa u yeelnay likulli nabiyin nabi walba caduwan cadow shayaadiin alinsi shayaadiinta dadka ah iyo waljinni kuwa qarsan kuwan dadka ah iyo kuwa qarsani oo labadaba shaydaanka isla ah yuuxii wuu waxyoon bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukhrufa alqowli warkiisa la qurxiyey quruuran kada daraaddeed yacni warka ayay isu qurqurxinayan way iswaswaasinayaan markaasaa shayaadiinta kan insiga iyo kan jinniga ah waxay isu sheeg sheegayaan anuu hebel ayaan dhumiyey adna saa u dhumi yacni waa khibradda ayay kala qaadanayaan shaydaankan caadiga ahee khatarta ahee ku takhasusay dadka sida loo fidneeyo yaa midkan insaanka ah ee shaydaanka noqday qalbigiisa ayaa wuxuu ku ridaayaa sida dadka loo dhumiyo markaas maba daalaaye shaydaan miyaa daalaaya haddii caadi arrintu ay ahaan lahayd hawl uusan qaban kari lahayn yaa markuu shaydaan fuulo yaa nashaadka ku jira iyo firfircoonida ku jirta ilaan shaydaan ayaa rartay marka wuxuu kii shaydaanka ahaa ee caadiga ahaa ee qarsoonaa een la garanaynin ayaa kii dadka ahaa wuxuu ku leeyahay sidaas ayaan dadka u dhumiyaaye sidaas yeel sidaas yeel sida kaartadii uu dadka ku fasaadin lahaa ayuu u sahlayaa si naarta loo geliyo marka yuuxii bacduhum qaarkood wuu waxyoon ilaa bacdin qaarka kale zukhrufa alqowli warkiisa la qurxiyey quruuran oo kada ah waxyaabaa loo qurxinayaa hadal baa looma macaynayaa markaasaa qofkii isagoo karkaar kale weydaaray maa la arkaayaa walow shaa rabbuka rabbigaa hadduu doono maa facaluhu saas ma ayna yeeleen ilaahay dadka wuu ka celin karaa shayaadiinta oo qofkii baadil wadaay markiiba calaamo deg deg uu ka muujin karaa oo dadku ay ku gartaan oo ka kala carraan
لكن إلهي ساس مولي الدنيا ذني عقل إيادتك اللي سيئي دينتينا والله شاري والله فافهيي انت هسكتب روحي أساق الله دوف صدا فلا يلومن إلا نفسه إلهي وكعنين كان عددك ومركب وقلن كرا لكن ساس مولي يلين وأن لي سيقدقي انت هسكتب كدن بين الروح أساق سوء عقلي سوء شقايو أساق يا أطالة ولو شاء ربك ربك هدو دوني لها ما فعلوه ما إسان فلان شياطين تن بعض الكيسوق روحنا إسا ما أين السمايين لكن إلهي أي المركب علاماتك موجنو إسكت عافي فذرهم نبيه وكتك iyo wama yaftaruna waxa ay been abuuranayaan shaadiintan kuwan dadka ay kuwa jinniga ahba waxa ay been abuuranayaan ay su qurqurxinayaan ka tag ayaga ay la soo gaaban doontaa federum ka tag iyo wama yaftaruna waxa ay been abuuranayaan been abuurashadu waa wax aad u foolxun ruuxa muslimka ahna ma been abuurto been abuurashada dad aragtid waxa been abuurta ruux aan iimaan lahayn inma yaftaril kadhib alladheena la yu'minuna bi ayati llah been waxa uu samaysta ruux aan ilaahi rumaysnayn ruuxu ilaahi rumaysan waxa beenta ee uu samaynayo uu ka cabsanaaya uu ka joogaaya marka kuwan saas soo maaso ilaahi kama cabsanayn oo shaydaan muuna foolin federum ka tag iyo ma yaftaruna waxa ay been abuuranayaan wali tasqa ilayhi waxa u dhag raaricin hadaladaas la qurxiyay ee shayaadinta kuwa dadka iyo kuwa jinniga ah ay isugu qurxiyaan wali tasqa inay dhag raariciso ilay asaga xaqiisa afidatu alladina kuwa qulubtooda لا يؤمنون بالآخرة آخرة أن رمينين يعني كو آخرة أن رميسنين أو قالب أهي شياطين تنكو إنسك يكو جنك بابدل كأيسوق قرحيان أي جعلهن أودك رارعنا أيام سماعون للكذب بأنت أدو لغيستان بلك ولي تسقى إني لك رارعس أما إي لغيستو إلي أسك حقيسة أفئدة الذين كو قلوب توضى لا يؤمنون أن رمينين بالآخرة آخرة أن رمينين وليرضوه إني كرع للنقضان بعض الكاس لسلوق قرحيه إني رالي كالنقضان أساس أي لفي عنته وليقترفوا إني كسبضان أما أرورصدان ما هم مقترفون وحا أي كسبان آيان مارك أرين تاني وأرين الدوية لهذا ودار العمل أيا لهذا روح مال إسكفر إينا مجرو أما خير أيو كشقين أما شر أيو كشقين وحاسي اللي باني وقفكي خير كشقية وحاسي هو روحي شر يحمان كشقية مارك كواس أيقع كحابي انتي وحي سوق قرحيان واي دقيستان واي لفا في عناته واي رالي كان نقضان بعض الكا اسكو اديين ولي يقترفوا اني ارورصدان اما اي كسبدان ما هم مقترفون وحا اي كسبان ايان اما ارورصان ايان افغير الله ابتقي حكما ايضا وحي كسو دكتي يعني وحي لادن كو يهود اها او كتابك اهلو كتابك هايستي يا كوي وحي قتل ما من مشركين تا اها مشركين تا وحي ليهم نبي وهدار نبي تاي يهود كالي انسوي دين اه oo aan xaakim ka dhiganno ayaga ahlu kitaab ah kaale aan u tagne waxaana loo baahday yahuuda loo tago oo la yiraahdo yaacni yaa xaq ku taagan wayna dhacday inay gaalada intay u tagen yahuuda ay dhahan idinka ahlu kitaabena kala bixiya yaa xaq ku taagan oo ay yahuudi yiraahdeen haaulaay ahda min alladina aamanu sabila kuwaas gaalada ayaa ka hanuun badan kuwa muuminiinta marka arintaas markay gaaladu soo jeedeen mushrikiin quraysh ay soo jeediyeen oo ay yiraahdeen yahuuda kaale aan u xukun tagne yaa aayada ilaahay soo dejiyay oo ilaahay uu leeyahay afagayra allahi إلهي غيرك دينة إلهي وحان أهين ميان أبتقي طلبايا حكما حكم أهان ما إلهي دينة سوحان أهين أيان أحكم تمايا وفك مسلم كوحال ربا حكم كيس إنو دينة كسلايو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أفغير الله إلهي غيرك دينة إلهي غيرك ميان أبتقي طلبايا حكما حكم ما إلهي دينة سوحان أهين أيان حكم كره هذين آيا وهو إلهي الذي أله وأهاضي أنزل سودجي إليكم حقينا الكتاب كتابك سودجي مفصلا حال يهمت كالبح بحسن أو العدي مارك إلهي أو كتاب قرآن سودجي أو كتاب كان وحوك قتك أي سنجرين إن لتريب مؤغي ما فرنا في الكتاب من شينا أو هدي وحل إسكو قبتايف إلي إلهي رسول كيس أسو عليا يودتك يعني علماء أو هايدين كلا سارين يعني أنت هالكاس لو كلا بحاجة أو دينك إساس أي تاي هدر إلا كلا بيع وياي وحاون كجرا هو يروح يعني حق درك صعد أيام ماشي جوجا مركب واحد كتر هذا أنا قد دينك إلهي أيه حكم إيه إلهي دينتي صغير كذا حكم كمان لجنايو ما حد ربطان مركب إنه يقول يرتان أفغير الله إلهي غير كي سميا أبتغي طلبه يا حكم قرصور وهو إلهي الذي قال له ويا أنزل سودجي إليكم حقين الكتاب كتابك القرآن كسودجي مفصلا حاله يا مثل عدي أما لك بيع والذين كوي آتيناهم الكتاب كتاب كأنسيني كون يهود النصارى لا أو كتاب كأنسيني أو كفار قريش إليهم كالا نحقن تنع والذين كوي آتيناهم الكتاب كتاب كأنسيني يعلمون وحي أغيهن أنه أصغى أو قرآن كأ منزل إن لسودجي من ربك ربك حقي سلقى سودجي بالحق حقنا لسودجي أغيهن والذين كوي آتيناهم الكتاب كتاب كأنسيني
كون أهل الكتاب كأ يعلمون ويؤجهن أنه قرآنك منزل مثل سود جئنه يه من ربك ربك حقيسة بالحق حق الوسود جئ ويؤجهن لكن مش يجا ينها حاسد ما يقران درادوت أي قرن عيان لكن نبي القرآن كأيو سوي قانان يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مركز دي حتى لوحه انتمي لها قول لها كتابك نكفره يا حق كتاغن هذا حق دون أيين كتابك القرآن كأي حق كتاغن أي ديلا يا نبي هل الراعه لكن حاسد نمت درادة دو أنك الرسالة لهان جرنية ما حقنا نلودها في عرب لغس وصاري ما بالرمين إن رسولك عرب لغس وصاري هل كأي كتاغن تهي أي حقي أي هايين أو كتبتي هر الوشي أي قريين والذين كوي أعطيناهم الكتاب كتابك عن سيني يعلمون وحيوجين أنه منزل من ربك بالحق منو ياي فلا تكوننها أهان من الممترين كوى الشكيها كم من نقون ميسي ده نبي صلى الله عليه وسلم وحال لهم قرآن كان إنو حقي هاي أهل الكتاب كنو يؤجيهن إلهي نو سودجي وانا كتاب عاد أوضادك اللوفة فاهيي مركز سلاس أيو يهي ميل كلان سووي دينينا قرآن كان محقبا أذيغا ما لغو صادري هاي ليهن تاسع الدم بقو أدوي ديني مجر تئي حق أياد كتاك انت هاي قرآن كنا وحق إيه فلا تكوننها أهاني من الممترين كوى الشكية يعني النبي هو حساس له ليه هاي إنك أي تعليم إنو تاي آيات كالإله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا يعني هدي أتشك كجربته مركي أنا أديك وحنا كوسو دجي هتات كشك سنتهاي وحد ويدي سكوي قرآن يعني هراي كتب له كوسو دجي مركز النبي يقول من الشكين أيو من ويدين أيو مركز عدي شكين له هاي ذي هشكين واي معنا خوفك مؤمن وقرآن كان وسو جارو أو آخرista هدي تشويش الغفرة أو قرآن كإن لقيش كسيلة إسكت دايو أو بعدين لقرحي إسكت دايو نبي جابوا حالي رفلا تكوننا من المترين كوا شكيها كم من قننا أذاي تعليم كوته ألقو وذاي قف يهو مؤمن كأيان دين تاع لقاش كسيني وتم دوي تام نقطي كلمة ربك الرب جاي كلمة ديسة صدقا أيضا أرنا أيو عدل عدالة كلمة إلهي تام كنقطة وحيتها إلهي إنه أجر جارايو مؤمنين تا رسولش أي مؤمنين تا إن لننصر رسولنا والذين آمنوا كتب الله لأغلبن أنا ورسولي وإن جندنا لهم الغالبون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والعاقبة للمتقين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض إنتاس أو نصوص وحي التلماميسا ذاتك خيرك وضعي سيك السؤال لو عذاذي أو لو دباي وقدم بيس أي يقولي سندونا وتمد ويتام نقطي كلمة ربك ربك كلمة ديسي أو جرجارك آيد صدقا أيضا أو رنأ وعدل أو عدالة لا مبدل مد بدل كلام مجره لكلماته إلهي كلمة سعيد بدل كرت مجرته كلمة وين كان إلهي إنه أجر جارايا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي إنه المؤمنين أجر جارايا لا مبدل مد بدل كلام مجره لكلماته إلهي كلمة وين كيس وهو إلهي الصميع الله مقل أيو أهاري العليم اللوج أيو أهاري يعني دتك واحد يكوها الله يام روح استاهل إن لو أجر جارو يا الروح خلت كقصة عضة إلهي كح ونمقلا يا ونأجيه وهو السميع العليم مرك الدنيا ياب ولا كلب بدين واي مدول بحق أن أصدق وكنت عليها يا وشاجنا يا مده دي لي هذا وحنا سكنا في نوحيله أنا جاي حقصن مرك الدنيا دان روح والبعمل أيوها يا كل الناس يغدو والله وذا كلها يا لكن إلهي مهدي وحا إنوجوغا إلهي أو السميع أو عليما الله وح مقلا أو وح أجا إنوجوغا عدي وحن شاكتا يعدي وحسن شاكتا عدي حالات حن كجرتا يعدي حالات في عن كجرتا وهو إلهي السميع أيها هذا الله مغلى العليم وعلم بدن وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تضع هدي هذا يعدد أكثر كوا أقوب بدن من في الأرض يقولك نحن يسكوا كسرا كوا أقوب بدن هداد راعدد يضلوك ويكار من آيان عن سبيل الله جدك إلهي يكو قرب مرين آيان يعني حق اللقمة ميزامه ذاتك ترى ضوضة ترى بضنيضه ميزان معها ايوه ميزانه وحا لغو سعوضة يعني مبادئ الله يستو ايه ميزانه هذه اللي يراد مثلا ترى بضنيضه ايه حق لغو قادنا ايه يعني هذا المسلمين تايه قالده ايه كبضن هذه اللي يرادو ماشي لو بطي ايه ذاتك اوبطيان ايه حق الجراء قال هذا بدن ما قال هذا حق تاجن كم تاجنه مركب قضيته بدنان شمعها معايا بدنان شو ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يشكرون أي الواحد إيمانك هو شيء خاص ذات خاص أيون إلهي سيا ترى بدنذنا إلهي أكتي سقيمة كمالها الله كعبسك يقفك وحق وكس عضو أم بقيمة كله وإن تضع هدي هذا دعيد أكثر من في الأرض كوا أبو بدن أقولك كوا كسوان هذا دعيد يضلوك عن سبيل جدك إلهي كجرب مرينا يعني إن يتبعون من راعيان أكثر كاسكوا استرادة بدن إلا الظن ملأهم بي راعيان يعني واحد دين أو يهيستان مجرتئه سيد أيهو مركز أيلتها يوم بي فيرفيرنا إن يتبعون ما يتبعون من راعيان
إلا الظن ملأ أمبي راعيا وإنهم ما إيسان أهان إلا يخرصون كوا بين شيغ أمبي أهايا أنا كان مركي شيغ أيان أو أي هذا الله إسكو أدسان أيان أو أي حق كور إيمان أيان هذا الكوضوا بين مركي هلا إسكا إلالي بين على ياشر كوا واحد أنجرين دادك أشيغ هلا إسكا إلاليو كوا هوذو ذراعا أو حقه سندبرين أو واحد أيوه أجد إسكا قرام مرايا كوا أسهل إسكا إلاليو إن يتبعون ما يتبعون مرعا إلا الظن ملأ أمبي راعيا وإنهم ما هم ما إيسان أهان إلا يخرصون كوا بين شيء أي عادن أيجو أوجين بين كصعدان أيها دنا بنتي كسي أتكيسن إلهي كما عبسنا يام كوا سمركا وركو ذهيلين الحق أحق أن يتبع حق أيتها إلى الراعو إن ربك ربك هو أسق أي أعلم أوج من يضل قف كرمة عن سبيله ودري سقف جرم مرسن إلهي وأوجيا وهو إلهي أعلم وأوجيا بالمهتدين كوا نونسن الدين جاب لك لبدين وياه هلا يسوع صدنتو مركا يسوع صدنتو markaas waxa la arki doonaa ki baadi iyo baadil ku socday iyo ki xaq ku socday ama inta adduunkan la joogo xaq uu wad yahay hadana saas ay tahay qof baadil ku socda ayaa mararka qaar kood inuu xaq ku socda dadka u muujiraa oo iska dhigaaya marka iska wado ilaahay agtiisa ayaa lagu kala bixi doonaa ilaahay wax ka qarsan ma jiro ilaahay lama khiyaani karo ilaahay yaani looma dhigi karo ruwaad beenbeen oo yaani qofka asoo og wixii inay been yihiin yaani hadana si kala u jilaayo ilaahay agtiisa taas ma taalo xaqaaq ayaa meesha yaala إن ربك ربك هو أعلم أسجى يا أق من يضل قفك رمى عن سبيله ودليسه وهو أعلم أسجى يا أق بالمهتدين كوه نصنع أسجى يا كورقبة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا عنا مما ذكر وحي الحصي اسم الله إله مجيس عليه كركيسة إن كنتم هداتهم بآياته آيذهيسة مؤمنين كورميسان يعني مركب حولها أدور عن إنسان مجع إله كحل عليهستا بسم الله الله أكبر كجور على saas marka uu gowracay ayaa xalaal noqonayaan gaalada waxay dhigi jireen yaani magacaas ilaahay ee lagu gowracay yey diidayeen waxay leeyeen idinka aad la yaabnay waxa leedihiin wixii idinku aad gowracdana barta idinku gacantina aad marisaana waa xalaal ayaa leedihiin oo wixii idinku aad disheen neefki baxtiina waxay leeyeen maadaama ilaahay uu neefkan dilay oo bir aan la marsiinin muslimiintu maxay u leeyeen baxti waayo oo lama cuni karo kii ilaahay nafta uu ka qaadayna waa xaaraan ayaa dhaadeen kii idinku aad barta marsiiseena waa xalaal markaas waxa la leeyahay qadiyadu waxay xalaal iyo xaaraan kula noqonayaan midkan la gowracayna magaca ilaahay ee la xusay ee bismillaahi ayuu ku banaanaaday kan oo baxtiyeyna magaca ilaahay oo ka maqan daraadi ayuu xaaraan u noqday marka wax xalaaleeyaha iyo xaaraantinimeeyuhu waa magaca ilaahay marka wixii ilaahay magaciisa lagu qalo yaani waa xalaal marka fakulu cuna mima dhukira ismullaahi calayhi wixii magaca ilaahay lagu gowraco bismillaahi allahu akbar wixii lagu gowraco cuna in kuntum hadaatiin biayaati ayadiisa mu'miniina kuwa rumaysan wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo allaa taakuluu aydan u cunaynin mima dhukira wixii la xusay ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa waqad fasala asagoo ilaahay uu caddeeyey lakum idinka maa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay ama waqad fusila asagoo lidiin caddeeyey marka gaalada intay muslimiinta u tashwiishiyaan yaa sida hadda aan sheegayna waxay leeyihiin neefkii bakhtiyey xalaal ayuu agteenna ka yahay oo aan iska cunaynaa ileyn oo sababtu maxay tahay ilaahay ayaa noo dilay ayay leeyihiin markaasaa mu'miniintu waxay leeyihiin saasaa u dhawaanina wixii ilaahay magaciisa lagu xuso unbaad cunaysaan marka bismillaahi allahu akbar wuxuu leeyihi idinkaa disheen saas daraaddeed xaaraan ayuu noqday isku cunina gaalada ha ka dhegaysanin tashwiishkaas wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo allaa taakulu aydan u cunaynin mima dhukira wixii la xusay ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa waqad fasala asagoo caddeeyey lakum idinka maa xarama calaykum korkiina wuxuu idinka xarimay ilaahay wuu idiin caddeeyey ilaa mad ururtum ilayhi wixii laydiin dhibaato geliya ma ogiye oo aayada badan ayaan kusoo maray xurimad calaykum lmaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illah aayadahaas ayay aayaddu tilmaamaysaa wixii xaaraana ilaahay kamuusan aamusin waqad fasala wuu caddeeyey lakum idinka maa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay ilaa mad ururtum ilayhi wixii laydiin dhibaato geliyey ma ogiye oo maalan bakhtigii xaaraanta idinka ahaa haddii gaajo aydin qabato waad iska cuni kartaan inta daruuradu addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat ilaa mad ururtum ilayhi wixii laydiin dhibaato geliyey ma ogiye wa ina kahiiran in badan la yudiluuna biahwaa'ihim bigayri cilmin in badan oo dadka ka mid ah wa ina kahiiran in badan la yudiluuna way dhuminayaan ama way baadiyeynayaan dadka ayay dhuminayaan biahwaa'ihim hawadooda ayay ku baadiyeynayaan wa ina kahiiran in badan la yudiluuna way dhuminayaan annaasa ayay dhuminayaan yacnaha biahwaa'ihim hawadooda ayay ku baadiyeynayan bigayri cilmin cilmi la'aan ayay dhuminayaan dadka oo wax ilaahay uu xalaaleeyey oo bismillaahi allaahu akbar lagu yidhi ayaa dad qaar ka mida waxaa laga yaabaa inay dhahaan waa xaaraan isaga leexda hadda magaca ilaahay baa lagu gowracay bismillaahi allaahu akbar
marka wa inna kathiran in badan la yudilluna way dhuminaayaan dadka bi ahwaayim hawadada ay ku dhuminaayaan bi ghayri ilmin ilmi la'aan inna rabbaka rabbiga huwa asaga ayaa a'lamu uf bil mu'tadina kuwa had gudbaaya ilahi waa u ogyahay kuwa had gudbaaya oo xaaraanta iyo xalaasha yacni aan kala saaraynin oo wax ilaahay uu xalaaleeyo xaaraantinimaynaaya wax ilaahay xaaraantinimeeyena xalaalaynaaya muctadiintaas ilaahay wuu ogyahay marka waxaan rabaa in looga dambeeyo alxalaalu waalxaraam ilaahay in looga dambeeyo oo wuxuu ilaahay xalaaleeyana xalaalnimadkiisa loo daayo wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyana xaaraantinimadkiisa looga fogaado laakiin haddii sharciyada ilaahay intii lala qabsado wax uu xaaraantinimeeyey la xalaaleeyo ama wax uu xalaaleeyey la xaaraantinimeeyo xadgudub ayay noqonaysaa ilaahayna wuu ogyahay ina rabbaka rabbiga huwa aclamu wuu ogyahay ugu og ayuu ahday bilmuctadiina kuwa xad gudbay ilaahay waa u ogyahay darsigeenu maanta intaasuu ku ogyahay wa sala allahuma calaa sayidina maxamedi wa cala alihi wasaxbi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wa barakaatu